النادي الاهلي بقى اخيرا في اطار تفاعله مع القضايا المجتمعيه ومع خدمه المجتمع نظم فعاليات حمله ترشيد المياه والصرف الصحي في مقري النادي يا باشمهندس في الجزيره ومدينه نصر. شايفين لقطات من هذه الفعاليه اللي بتنظمها الاداره التنفيذيه للنادي بالتعاون مع اتحاد لجان النشاط في النادي، اللجنه العليا للجان، تحت شعار كل نقطه بتفرق. كل نقطة، مش كل نقطة في الدوري، ما هي كل نقطة في الدوري بتفرق، بس كل نقطة مية. بتخانق كل يوم أما باجي هنا عليها على الحنفية اللي بتخر ومحدش بيصلحها دي. بالظبط. وده كان في مقري النادي في الجزيرة وفي مدينة نصر ضمن بروتوكول مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي يا باشمهندس في إطار هذا الجهد المجتمعي. أعتقد من وجهة نظري أيوه كل اللي فات ده علاج للمشاكل. النقطة دي بالذات أهم ما قيل اليوم في هذا البرنامج انك ترتبط بهموم بلدك وتتسق مع اهداف بلدك مجتمعك. ومجتمعك وتبقى جزء من حل ممكن يمر من خلالك الى اكبر قاعده من المنتمين اليك واللي بيصدقوك. أيوة. ان يا جماعه نقطه الميه بقت حياه، احنا هنعمل ايه اكتر من الرئيس اللي بيعمله طول النهار همه وشغله الشاغل في ملف المياه. قال ده خط طيب. احمر ما يبقاش خط احمر احنا بنهدره. صحيح. المبادره انطلقت من النادي الاهلي شانها شان مبادرات سابقه كثيره بتوضح النادي الاهلي وهو في وسط المشاكل مش ناسي دوره المجتمعي ودوره في ان يكون نادي يعني بيتسق مع اهداف البلد وبيساعد على انه يدعم وتوعيه اعضاء النادي وجماهيره بالحفاظ على المياه. بالحفاظ على المياه حياه، وكل نقطه هتحتاجها ما انتش عارف امتى او غيرك محتاجها في هذه اللحظه بس فين. شكرا للجنه او الاتحاد اللجنه العليا للجان النادي برئاسه النشيط وليد مبروك. وليد مبروك متولي الحقيقه نعمل فوكس على لجان شباب النادي الحقيقه عاملين مجهود كبير جدا لتفعيل الدور المجتمعي الكبير للنادي الاهلي.